والانوفا ممكن نعمله ازاي؟ هوري حضرتك انه موجود جوه الاكسل. حضرتك ادي الاكسل، حضرتك بتيجي من فايل، بتدوس الاوبشنز، بتيجي عن الاد انز، بتختار اد انز تول باك، ولو حضرتك دوست جو هياخد بعض الوقت، انا بس ما عنديش وقت دلوقتي ان انا اعملها. فلما بيعمل بتدوس عليها بيطلع لك لما تيجي عند الداتا بتلاقي هنا على اليمين التول ان، بتلاقي جواها الانوفا، الكوريليشن، كوريليشن كوفيشنت بتاع الريجريشن بتاع الكاي سكوير، وات ايفر يو لايك هتلاقيها موجودة في ال هتلاقيها موجودة في الإكسل. وادي اهي مثال، عندي هنا تطبيق عملي للوان واي انوفا. وان واي سمينا ليه وان واي؟ عشان انا ما فيش عندي غير فاكتور واحد بس بيأثر على النتيجة اللي انا يعني بدرسها. لو كان في اكتر من فاكتور هستخدم التو واي انوفا. فاحنا خلاص هنا هندرس الوان واي انوفا. انا عندي نوع السالري، هل يؤثر على حجم المبيعات ولا لا؟ فعندي مجموعه من الموظفين كنت بديهم فيكسد سالري، راتب ثابت، مجموعه تانية كنت بديهم عموله على كميه المبيعات اللي بيعملوها، مجموعه تانية كنت بديهم فيكسد سالري زائد عموله. عايز اشوف ايه طريقه التعامل الافضل اللي انا ممكن اعتمدها بعد كده عشان احصل على اعلى نسبه مبيعات. فعندي فاكتور او متغير مستقل، وفي متغير تابع اللي هو السيلز اللي بيتاثر بطبيعه السالري. عشان اعمل الاختبار ده بروح لقائمه انالايز، ومنها بختار كومبير مينز، ومنها بختار وان واي انوفا. في الوان واي انوفا بيقول لي مين الديبندنت ومين الفاكتور. الديبندنت اللي بيتغير عندي مش نوع السلر اللي بيتغير، لا ده انا نوع السلر ده انا اللي بحدده وادي مين ايه، لكن اللي بيتغير عندي هو الاماونت اوف سيلز، كميه المبيعات اللي انا بدرسها. اتكلمنا عن البوست هوك، الاختبارات البعديه اللي بتقول لي مين فيهم اي مجموعه كانت مختلفه، فانا بختار من البوست هوك. هو بيقول لي لو في ايكوال فاريانس اسيومد، لو افترضنا تساوي التباينات ولو افترضنا عدم تساويها، فانا في الغالب بختار الشبيه والتوكي. كل واحد من دول كلهم ليه مزايا، يعني في ناس تختار ال اس دي عادي مفيش مشكله، بس هم نتائجهم متقاربه. ولو افترضنا عدم تساوي التباينات فانا بختار الدونت سي واختار كونتينيو. ومن قائمه اوبشنز خيارات بقول له عايز في الستاتستكس الديسكريبتيف الاختبارات الوصفيه، وعايز اختبار يقول لي الفاريانس بتاعي هوموجينيوس ولا لا داخل كل مجموعه، وعايزك تعمل رسم بياني عشان لما اشوفه يعني استنبط من خلاله هل المتوسطات بينها اختلاف ولا لا. وبعد كده بختار كونتينيو، وبعد كده اوكي. هنا بيحسب لي اول حاجه الديسكريبتيف البيانات الوصفيه، والله المجموعه بتاعت الكوميشن كان عددهم كذا ومتوسطهم كذا وهكذا، والناس بتوع الفيكسد سالري والناس اللي خدوا الاثنين مع بعض. طيب وعمل لي اختبار الهوموجينيتي، تمام، هعتبر ان الداتا بتاعتي هوموجينيوس لو كان اقل من 5 من 100، تمام. بعد كده اختبار الانوفا، تمام، الانوفا بيحسب بين جروبس وويذن جروبس، وبيحسب لي مجموع المربعات والديجري اوف فريدم والمين سكويرز اللي هو متوسط المربعات والاف تيست او قيمه اف والسيجنفكانس بتاعها. لو قيمه اف كبيره بص على السيجنفكانس بتاعها هنا هايلي هايلي سيجنفكانت، اذا في اختلاف بين متوسطات المجموعات، يعني المجموعات الثلاثه مختلفين عن بعض اختلاف هايلي هايلي سيجنفكانت. طب انا مش عارف مين فيهم الاحسن، اللي انا هعتمده بعد كده هيجي بوست هوك تيست الاختبارات اللي انا اخترتها، وليكن هبص على التوكي تيست او التوكي اتش اس دي. بيقارن within groups داخل المجموعات، بيقارن الناس بتوع العموله مع الراتب الثابت ومع الراتب الثابت والعموله، بشوف هل في فرق. فاتضح ان الكوميشن مع الفيكسد سالري ما فيش فرق بينهم، هما الاثنين يعني قريبين من بعض، في حين الكوميشن مع الكوميشن والسالري كان عادي، تمام. ونفس الكلام الفيكسد سالري مع الكوميشن والسالري. إذا المتغير الأخير هو المتغير الفارق فيهم، الكوميشن والسالري لما قرناه مع الكوميشن بس كان في فارق، ولما قرناه مع الفيكس السالري كان في فارق أكبر، إحصائي أكبر، لأن قيمة البي بقت إيه أقل،
وهكذا في الشيفي والدونات سي. وهنا بيحسب لك كمية المبيعات، وهنا اللي بيرسم لك المخطط المتوسطات. هنا لو تلاحظ إن الناس اللي أخدوا العمولة والراتب عملوا لك كمية مبيعات أكتر من التانيين بفرق كبير خالص، يعني بالنظر للرسمة دي هتستنبط إن الفرق كبير، في حين أقل ناس اللي واخدين الفيكسد سيلر مش فارق معاه إن هو يبيع كده خلاص، هو بياخد مرتب ثابت، واللي خد عمولة اتشجع برضو شوية وزاد عن الفيكسد سيلر، لكن الفرق بينهم مش فارق إحصائي. ده باختصار اللي هو الوان واي أنوفا. زي ما حضرتك شفت الأنوفا تيستينج بيتعمل بيحسب الفرق between the variation of two groups using the variation instead of the mean، وبيتعمل اوتوماتيك ما بيتعملش. حضرتك في البلاك بيلت هنوري حضرتك ازاي بتستخدم الاكسل فيها.